السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحد الأشخاص كتب الكومنت ده على الفيديو، وأنا خدته بس كوب بيست من غير ما أغير ولا كلمة، على أساس بس إيه محدش يشوف اسمه أو يضايقه أو حاجة زي كده. طيب هو بيقول إيه؟ أحب أختلف معاك. لازم تسأل نفسك، يا ليه الشركات اللي هي بتدعم الشذوذ بتعمل كده؟ يعني شركة التكنولوجيا هتستفاد إيه؟ هما بيعملوا كده عشان يدعموا أقلية مضطهدة، وفي الأقلية دي شغالين في الشركات ديت، فالشركات بتدعمهم وتقول لهم إن وجودهم مرحبين. طيب واحدة واحدة، مفيش حد قال إن هما هنقتلهم ولا نضطهدهم ولا الحاجات دي كلها، بس لازم نبقى عارفين إن ده مرض وابتلاء. ده مرض وابتلاء. دلوقتي الدول كتيرة بتقفل أي مراكز نفسية بتحاول تعالج من الموضوع دوت. يعني في واحد عنده انجذاب للرجاله، تمام، ففي دكاتره نفسيين لما يجي لها حاله زي كده بيبدا يعالجه نفسيا، لان الحل مش الجواز وخلاص، لا، احنا بنتكلم كلام علمي. وانا كنت مسؤول عن حاجات زي كده في مراكز تطوعيه، مسؤول عن مكافحه الانتحار وحاجات زي كده، ده على جنب، يمكن محدش يعرف حاجه عن الموضوع ده. فالموضوع يعني محتاج معالجه من حد فاهم، مش مجرد ان حد يقعد يقول لك ايه اتجوز او صلي وكده، لا، في حاجات تمهيديه على اساس ان الموضوع ده نعترف بيه كمرض ونعالجه. تمام، عجبني جدا الشيخ شعراوي، وكان امام وكان داعيه وكان بيدرس في جامعه في السعوديه وبيدي محاضره وخرج شرب سجاره، فحد بعت له رساله بيقول له السجاره حلوه الاحرام. هي دي بقى النقطه. الشيخ شعراوي قال انا مبتلى وهي حرام وادعي لي ان انا ابطلها، وفعلا ربنا اكرمه وبطلها تمام. فهي دي الفكره، لو احنا مش شايفين انها مرض وابتلاء، يعني الرجاله مبتلين بفتنه النساء، ده الطبيعي. وفي بعض الناس عندهم ميول لنفس الجنس، وده ابتلاء، ولعل اللي هو مبتلى بالانجذاب للشخص الاخر ربنا يعافيه ويصمد وما ينجذبش الموضوع ده. يعني هو عنده انجذاب لكنه ما بيعملش الموضوع ده، عنده انجذاب، يعني هو لما بيشوف حاجه بينجذب ليها، لما بيشوف حد نفس النوع بينجذب ليه، لكن هو عارف ان هو حرام فبيتقي ربنا وما بيعملش الموضوع ده. ممكن واحد تاني راجل مبتلى فتنة النساء، او واحده مبتلى فتنة الرجال وبتعمل الحاجه غلط لانها فتنه، وكلنا بشر وكلنا، بس لازم نكون عارفين دي انا غلطان في الموضوع دوت. يعني لو انا بعمل حاجه غلط، انا بعمل حاجه الغلط ديت ومش هدافع عنها ولا هقعد ابرر لها، ولا لان انا قاري لي كام كتاب هقعد الف لك وادور لك واثبت لك ان الحاجه اللي انا بعملها صح. زائد ان هي الفكره كلها مش حاجه واحده، ده انواع كتيره جدا، مقارب من 16 نوع، وفي حاجات تانية بتطلع بعد كده. يعني من ضمنها مثلا الانجذاب للاطفال، وبدا في بعض الدول بتقول لك لا، ده معترف بيه ومش مرض نفسي ولا حاجه خالص. ان هو طب هو لما يعمل حاجه غلط مع طفل، طب ما الطفل مش مسؤول. ده انت كنت بتقول لما شاب ينام مع طفله حتى لو برضاها بيبقى محرم وده هو حرام يعني، بس انت دلوقتي بقيت تعترف بيه وعادي، وانت كنت بتقول لا، ده قصر وليس له حق الاختيار، فما ينفعش دلوقتي بقى لما هم الاثنين نفس النوع لا خلاص احنا سامحين. ففين المعايير؟ احنا عندنا معايير كمسلمين ومسيحيين ويهود انها محرمه وفي لعنه على الموضوع دوت. فهي الفكره كلها مش بنقول ان هو اقصاء او ضرب او اعتداء، او يا اخوانا لازم اول مره في حد نضربه، وممكن يكون في نفس العماره بتاعتك في حاجه زي كده، بس الفكره كلها ما يقعدش يعلن. يعني تخيل مثلا ايه، انا ساكن في عماره واحد فيها مثلا ايه ملحد وبيشرب خمره، وانا عارف لكم شقيته كل حاجه ماشي، بس ماليش دعوه بيه ما دام هو ما بيقولش تعالى، ما دام هو ما بيعملش مشاكل، ما دام هو، انما لما يجي طول شويه واقف على قدام العماره عمال يشرب خمره وعمال يقول انا ملحد وعمال يشرب في ربنا وعمال يشرب في كذا، الله، يعني يا عم انا مش بعتدي عليك، انت سيبني في حالي، ما تقعدش كل شويه تقعد ترمي عليها شبهات وتقول لي ايه الفرق بين الخمره والقهوه مثلا وهكذا. فهي الفكره كلها لازم نبقى، انا مش عايز اخلي ابني يبقى فاهم من الموضوع ده عادي، لان هو هيتعرض مع القران هيقول لي طب ازاي ده ربنا بيقول كذا
وهم المدرس اللي انا بحترمه بيقول لي كذا، بيقول لي كلام عكس ده خالص، واصبح اجباري يعني. في السينما هوليود، ودي طبعا اكبر مصدر من مصادر التوجيه، تمام، كانت بتعمل حقوق اليهود، ماشي، ما عندناش مشكله، تمام، اي نعم متعصبين زياده عن اللزوم وبينشروا اكاذيب، وبالذات في موضوع القسط، ماشي، متخبرين نوعا ما، بيدافعوا عن حقوق السود، جميل جدا يعني، ايه، ما فيش مشكله. الشواذ لا، يعني مطلعينه سوبر مان، ومطلعينه، شفت انا فيلم مثلا عن حد كان بيفك شفره الالمان في الحرب العالميه الثانيه، وهو شاذ، طب تركيز تام جدا على موضوع ان هو شاذ، وان سبب عبقريته ان هو شاذ، بالشرط على فكره، ممكن يكون واحد شاذ ومثلا نباتي او حيواني، ما تربطهاش دي بدي، ما ممكن يكون واحد فيه عباقره كتيره جدا في التاريخ، هو بقى يركز لي على الخمس سته ويعمل عليهم افلام، لو انت يعني بحيث ان هو يفهم الطفل، لان هم بداوا يركزوا في ديزني وكده، لو انت عايز تبقى عبقري لازم تبقى شاذ، هي دي الفكره اللي هو بيوصلها، عمال يعمل شخصيات خارقه تحبها ويطلع شاذ. يعني على سبيل المثال مثلا باتمان، البطل الشجاع وصر قوته ان هو فلوسه، في اخر فيلم اللي كان قال الكلمه دي، انا قوتي كلها ان انا راجل غني. اول ما بدا كان هو قاعد مع الخادم العجوز، وكان تبنى طفل وكده، فاحد الاطباء النفسيين كتب ان باتمان شكله شاذ وكده، فبسرعه عشان يدفعوا عن نفسهم التهمه دي، بداوا يحطوا شخصيات نسائيه زي كات وومن بات وومن، وجابوا له عمه تقعد معاه بحيث ان هم يدفعوا عن نفس التهمه دي. دلوقتي بداوا يحطوا في القصص بتاعته شاذ، وسوبر مان بداوا يخلوه شاذ هو كمان، في طفل بيحبه اسود وحاجات زي كده، فهي دي الفكره. طيب اعتقد ان انا وصلت الفكره بتاعتي، تمام. المثليه موجوده من بدايه التاريخ وموجوده في كل الحضارات، ما حدش قال انها اختراع جديد، هي موجوده، بس هل هي الاصل اي حد؟ يعني كان في ممثل مشهور كان يعني طلع في فيلم برجل الشذوذ، بيقول الناس اللي ضد الشذوذ دي هتنقرض ازاي؟ ده الشواذ هم اللي انقرضوا لانه مش هيبقى لهم نسل، تمام. حتى في التاريخ الاسلامي كان في خلفاء بيحبوا الغلمان، بس هي كانت المثليه موجوده بنسبه 5%. فكره 5% دي جبتوها منين؟ يعني 5% قعدتوا تحسبوا وتعملوا استقصاء؟ اغلب الكلام اللي بيتكلم على المثليه الجنسيه ده في كتب ليس له قيمه، ممكن نقعد نناقش الكلام اللي بيتقال، يعني الف ليله وليله كان اتعمل بيحاولوا يشتموا فيه في الخليفه العباسي، لان هو قضى على الناس بتوعهم، فقصه طويله كده، فعشان كده في كره كتير لهارون الرشيد وشمال في هارون الرشيد، فما بتلاقيش فيها كتب علميه الكلام موثوق فيه في الكلام دوت. انا عندي في الشغل كل الانواع، ما بنتقبل الجميع، بس هي الفكره كلها ما يجيش يتفاخر. يعني انا مثلا شغال معايا ناس هندوس بيعبدوا البقر، لما بنشيل الاكل بحاول ان انا ما اجيبش لحم بقري عشان ما ادقهوش او نعمل معاه مشاكل، وهو انا بنفس الفكره، بس هو لما يجي يضايقني ويجي يشتم في معتقداتي او يجبرني على ان انا اتبنى الاراء بتاعته. في واحد مثلا امريكي قرر ان هو يسيب امريكا، فبيقولوا له ليه؟ قال لهم في الخمسينات كان يقول لك ايه، لو انت مثلي بتتسجن وبتدفع غرامه، بعد كده خلوا الغرامه تبقى 2 دولار حاجه رمزيه، بعد كده لو انت بصيت لحد كده شاذ بشكل وحش ممكن انت اللي تتسجن، بعد كده بقى اجباري عليك ان انت تديله التحيه والاحترام، ولازم تعلق علم المصريين في المظاهرات وكده. انا خايف بعد فتره يقولوا لي لو انت ما اثبتش ان انت اقامت علاقه جنسيه مع حد من نفس النوع انت اللي هتتسجن. فانا حبيت ان انا اسيب امريكا قبل ما يجبروني على حاجه ضد اراء وافكاري. فين تقبل الاخر؟ احنا ما فيش بوست بيتكتب غير لما يتحذف او يجي لك تحذير، ما فيش اجبار للناس على الفضيله، ما فيش فكره اجبار الناس على الفضيله، وما فيش هي الفكره كلها هل هو مرض نفسي فتشوف يبقى فيه مجاني تروح وتقعد مع دكتور وتبدا معالجات بشكل بسيط وبشكل محترم وبشكل سري لحد ما تتعالج من الموضوع دوت، هي دي الفكرة.
احنا مش عايزين حد ينافق ومش عايزين حد يبقى ضد ارادته ولا حاجه من الحاجات دي خالص، لكن لا تفتخر بيها ولا تجبرني عليها. انت في بيتك الخاص اعمل اللي انت عايزه، محدش يقول لك انت بتعمل ايه، بس ما تقعدش تعلم بيها. يعني واحد مثلا عايز يتفرج على حاجه غلط، حاجه حرام، اتفرج بس ما تعليش قوي وتزعجني في اللي حواليا، في اللي حواليك. اعمل اللي انت عايزه وبشكل ما يضايقكش ولا حاجه خالص، وما يعمليش مشكله. الاسلام ما بيقولش ان انا اتجسس على جاري ولا ان انا اكسر البيت عنده. وحتى حكم مثلا الزنا يقول لك لازم 4 شهداء. 4 شهداء يعني ايه؟ يعني راجل بيفتخر بهذا وفتح الشبابيك وفتح الابواب، وحاجه هو مصر الناس كلها تعرف. وبالنسبه لفكره المواد في الجيش، يعني المواد في الكليه والحاجات دي كلها، في معيدين كتيره ما بيخشوش بسبب ان هم متدينين او ان هم بيصلوا او ان الواسطه او ان هم مش عاجبين الدكتور. فدي مساله يعني اتمنى يكون ليها تنظيم احسن من كده. وبالنسبه ان هو اترفض من الجيش، انا ما اعرفش قوانين الجيش، واعتقد ان هم محتاجين رجاله يعني. تمام. وكان بيحصل زي شذوذ في حاجه في اماكن زي كده، لازم الموضوع يدرس من ناس نفسيين متخصصين. انا بقول لك انا متطوع، مش متخصص، لا داعي لنفسي هذا. ناس متخصصه وتبدا تشوف الموضوع ده ممكن ينتشر في الجيش، ممكن ينتشر في المبتكرات، ممكن ينتشر في السجون. طب ازاي ان احنا ندفع حاجه زي كده بحيث ان يبقى كل واحد سوي نفسيا، ما بقاش بيكتم حاجه، ما بقاش هو نفسه في حاجه وبيحاول ان هو يكتمها، وهكذا. يعني واحد عنده شذوذ للاطفال، لا لازم اتقبله، لا ما تقبلوش، لان هو اعتدى على الاطفال. تمام. فلازم يبقى في مرجعيه لينا، اللي هو الحاجه دي هتبقى صح ولا غلط، ينفع ناكلها ما ناكلهاش، ينفع كذا كذا كذا. كل الحاجات دي لازم ان احنا نخلي بالنا منها. مفيش اقصاء بمعنى هنقتل ونموت ولو عرفت حد كده لازم، لا. يعني موضوع بسيط. هنقاطع كل منتجات الشواذ؟ لا مش بنقاطعها، بس يا اخوانا ما تكون مش كل مش شهر كامل تقعد تزن عليا وتوريني حاجات انا مش عايز اشوفها. كل ما افتح البرنامج الاقي صور، اقول لكم الاقي ناس بتتكلم على الموضوع، الاقي كذا بسبب الفيديو اللي انا بعمله والفيديو اللي فات، ممكن القناه كلها تتقفل. ليه؟ انت ضد التوجه العالمي يا اخوانا. انا عندي توجه ديني وتوجه اخلاقي وتوجه كذا، وكل شويه يجيب لك ده الفراعنه كانوا شواذ، ويجيب لك كام صوره ونقدر نقشهم كلهم. ونزلت ان الكلام ده ما يعني لا اساس له من الصحه. تمام. يعني لما تيجي ده عند التاريخ المصري يعني اركن كده ونتكلم فيه باحترام شويه. تمام. بس هي الموضوع بسيط، يعني الموضوع كله الاعتراف بخطا وبنحاول ان احنا نعالج فيه. الموضوع ما فيش ان انت ان هو سيء وانا اللي كويس، لا. يعني احنا الاثنين مبتلين وكلنا بنحاول ننجح في الاختبار. ممكن واحد مبتلى بشهوة النساء، واحد مبتلى بشهوة نفس النوع، فبنحاول ان احنا ننجح في الاختبار، بس بنعترف ان هو خطأ. ما جيبلكش، لا اعترف بحقوقي. ما حقوقك ايه؟ انت عندك مشكلة نفسية بنعالجها. في مشكلة نفسية بنروح لدكتور نفساني محترم بيناقش الموضوع بموضوعية بدون احكام مسبقة او بدون تكفير او بدون كذا كذا كذا، باحترام وبسرية والحاجات دي كلها، والموضوع يتعالج. يعني انا مشكلتي كلها ان اعلانات قذرة بتظهر على التابلت لما اولادي بيلعبوا. طب انا مش عايز كده، لا لازم واجباري، ولازم اولادك يتفرجوا على حاجات تغضب ربنا، اعوذ بالله. هحط لكم مصدرين في وصف الفيديو. الكتاب حلو جدا، كتاب اسمه Coming Out Street Understanding and Healing Home Sixthly، ده الواحد اسمه ريتشارد كوهن. تمام. واحد لا عربي ولا مسلم، هيناقش الموضوع بموضوعية جميلة جدا. وفي فيديو جميل للشيخ فاضل سليمان، متقبل جدا للموضوع، لكن عايز يحطه في إطار إن ده مرض نفسي لازم يتعالج وليس لازم نقتنع بيه. أكتر واحد عنده مرض نفسي إن هو يقتل في الستات. تمام. وده موجود كتير جدا وتعمل أفلام، وهي حاجة حقيقية إن هو عنده مرض نفسي، عنده حب إن هو يقتل في الستات. تمام. لا إما حبه الشديد لأمه، لا إما كره الشديد لأمه، أو حاجات كده.
طب هل نتقبل بيه ولا نعترف ان هو مرض نعالجه؟